وداد بوعصيده، العربي بو عمران، فوديليه، عيد عثمان، دغيش، نصري، جاب الخير وشنو فيه في الاحتياط بالحملات، حايد، بوسنينه، دلالو، ابراهيم الشاوش، صوله، وعامر بن علي. المدرب هو السيد نور الدين سعدي. الثلاثي التحكيم هو السيد حمودي جمال، قراي مزاري، وحمودي جمال كذلك. اذا تفوق هدف مقابل صفر. ماذا يمكن ان يقوله المدرب للمنهزم في الشوط الاول توفيق؟ من المفروض بالنسبه للفريق المنهزم اللي هو بلدية الجزائر. بعد هذه الكره من شاشه الجهه اليمنى، سريع، وهدف ثاني ربما. فعلا فعلا هدف ثاني من باتي، بعد كره من مبروك شاشه الجهه اليمنى في الدقيقه الثانيه من بدايه المرحله الثانيه، هدف ثاني من باتي. ربما سيعقد مهمة المولودية في هذه المقابلة وفي هذه المرحلة الثانية اللي مر عليها فقط دقيقتين. فريق مولودية الجزائر اللي مظل باطل في الشوط الثاني هذا بهجومات، وقلنا باللي راه يلعب نوعا ما الهجوم. شوف هذه الإعادة بعد ذلك، شوف هذه الإعادة، لاعبين أمام لاعب واحد فقط، السرعة الكبيرة اللي يلعب في سرعة التنفيذ بالنسبة لشباب بلوزداد بأربع لاعبين عندهم سرعة كبيرة، شاش، بوفربا، باجي، وكذلك طوب منير. هجومات معاكسة قاتلة يعني. فعلا هدف ثاني راح يعقد من امور فريق مولودية الجزائر اللي راح يكون مضطر من الخروج من منطقته، في الخروج من منطقته، وهذا يعني راح يخلي مساحات توفيق للاعبين لاعبي وهجوم شباب بلوزداد لتهديد مرمى خالد حموده.